إدارة الحياة الرياضية للمعاق تحتاج إلى استراتيجية كاملة تعتمد على كيفية اكتشافه إلى وصوله للنجومية والاحتراف، وهذا ما انتبهت إليه الدكتورة صفاء العلوي التي نالت شهادة الدكتوراه في بحث يعد الأول من نوعه على المستوى العربي. آمنت بالقدرات والطاقات التي يمتلكها أصحاب الهمم، وأيقنت أن الرياضة ما هي إلا عنوان لطاقة جبارة نستطيع الاستفادة منها على كل المستويات. قدمت أطروحة تعد الأولى من نوعها على المستوى العربي حول استراتيجية إدارية تربوية مقترحة لتطوير البرامج الرياضية للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة فئة الدمج في مملكة البحرين في ضوء إدارة الجودة الشاملة. كما تعد هذه الدراسة هي الأولى التي تختص بهذا الجانب ويتم إيداعها بالمكتبات. يوجد الآلاف من الأفراد والأطفال والطلبة داخل المدارس ما يتجهون لهذه المراكز، فلم يتم اكتشافهم إلى الآن. فإحنا في الهدف من دراستنا اكتشاف مواهب رياضية لدى المعاقين، والناحية الثانية للطلبة اللي لا توجد عندهم مواهب ولا بوادر تفعيلهم ومشاركتهم، ونعزز دورهم مع الطلبة في حصة ترويحية نشاطية لهم نحرك فيها الذهن ولو بشيء بسيط. وضعت في دراستها استراتيجية كاملة لكيفية اكتشاف المواهب الرياضية لدى أصحاب الهمم. ليس هذا وحسب، بل عمدت إلى كيفية الاهتمام به منذ البدايات إلى النجومية، ليس في الجانب الرياضي وحسب، بل في كل الجوانب الحياتية الخاصة بصاحب الهمة. لم يتم التطرق إلى استخدام الاستراتيجيات والبرامج بطريقة علمية دقيقة في كيفية وضع هذه البرامج ضمن إطار فريق عمل يخدم هذه الفئة من أهم عمرهم 3 أو 4 سنوات حتى يصبحون قادرين على الاعتماد على نفسهم. طبعا بتسألني بتقول لي شلون الرياضة بتخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيف هم راح يطبقون هذه البرامج وهم يعانون من إعاقات سواء كانت جسدية أو ذهنية بسيطة أو التوحديين. طبعا كل نوع من أنواع هاي الإعاقة لهم نوع معين من البرنامج الرياضي يتم على يد مدربين ومتخصصين. احنا بدورنا في هذه الرسالة نقوم بعملية تنظيم وإدارة ووضع الخطط المناسبة لهذه البرامج بحيث انها تحقق الهدف النهائي ليس بطريقة عشوائية ولكن بطريقة منظمة علمية. الدكتورة صفاء العلوي من خلال تخصصها هي ترى ان للطفل او الطالب صاحب الهمة الحق في وجود فريق متكامل لدراسة وضعه الرياضي مع تواجد متخصص داخل المدرسة لإعانة الفريق بالمعلومات الراجعة. في حصص التربية البدنية الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يتم متابعته بشكل تخصصي، يتم متابعته اجتهاد من المعلم. ففي هالحالة احنا لما نضع استراتيجية ونقوم بمراقبة وضع طالب ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المراكز او داخل المدارس نعرف مستوى الطالب قبل وبعد. في فريق عمل يكون فيه متخصصين، ممكن حتى يكون فيه اطباء، في اخصائيين نفسيين، يتم عمل هذا الفريق يقوم بزيارة هاي المدارس بشكل دوري، ويكون فيه متخصص في داخل هاي المدارس يقوم بعملية المراقبة عشان يعطينا الفيدباك، واحنا نقوم بدورنا بعملية دراسة الوضع الحالي وتطويره. بهذه الدراسة لم يعد الأمر متروكا لاجتهاد المدرس بقدر ما سيكون الأمر مقيدا بدراسة علمية أكاديمية، وهذا ليس انتقاصا من الجهود الطيبة والحثيثة المبذولة في هذا الجانب، إنما هي دعوة لتكامل الجهود في سبيل شحذ الهمم واكتشافها وعلوها.